فوكس تكنيك. في فوكس تكنيك اليوم باش نرجع معاكم على طرق صديقة للبيئة في البناء ومواد صديقة للبيئة في البناء. اليوم يظهر لي برشا منا قاعدين نشوفوا في لي زيكودوم اللي رجعنا نبنيو بهم، المواد اللي جاية من الطين، اللي جاية من الأرض، المواد الطبيعية اللي تنجم تقلص من التأثيرات السلبية نتاع التغيرات المناخية، وكيف كيف تكون ملائمة حتى للسخانة. تلقى البنية من داخل باردة، كي تبدا الدنيا باردة من برا تلقى البنية من داخل سخونة. ف حاجات يمكن باش نرجعوا بهم لطريقه البناء اللي كانت قبل ما تصير الثوره الصناعيه الكبيره. ونحن نحبوا نحكيوا في الموضوع هذايا مع ضيفنا اللي سعداء جدا انه يكون معنا اليوم عبر الهاتف، سي عبد المالك غنام، بي دي جي دو لا سوسيتي اندستريال دو بلوك سويب. اهلا وسهلا بك سي عبد المالك، مرحبا. اهلا وسهلا واشكركم على الاستضافه. يعيشك، شكرا ليك. خليني نبدا بسؤال الاولاني معاك. اليوم قاعدين نشوفوا فما اهتمام في تونس في العالم بدرجه اكثر، في اوروبا في امريكا، لاستعمال المواد المتاتيه من الارض ومن الطين في البناءات والمواد الطبيعيه. كنت تحكي لنا شويه على الفوائد نتاع استعمال المواد هذه واهميتها في التقليص من الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه. هو اليوم التأثيرات السلبية اللي نعيش فيها والتغيرات المناخية ناتجة بالأساس على النشاط الصناعي اللي كان فيه يعني الجشع نتاع الإنسانية، خلى الفضلات وخلى اللي ديجاجمون اللي قاعدين يسيروا في المحيط نسبة عالية جدا، نسبة تركز ثاني أكسيد الكربون، حادي أكسيد الكربون، ارتفاع درجة الحرارة على مستوى سطح الأرض. هذا خلق التغيرات المناخية اللي فيها الجفاف، اللي فيها الزلازل، اللي فيها البراكين، اللي فيها العصير إلى غير ذلك. اليوم بالنسبة لموضوع المباني، اليوم إنتاج مواد البناء يعتبر واحد من أكثر الأنشطة البشرية الاستهلاك للطاقة والأكثر الأنشطة البشرية الملوثة. فمثلا نعطيك مثال، إنتاج واحد طن من الإسمنت يقابله 780 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون. شركة من الشركات الكبيرة اللي مش لازم نسميوها متاع إسمنت في أوروبا تعادل ما تنتجه دولة فرنسا من ثاني أكسيد الكربون. يعني اليوم المسؤول الأول هو النشاط الصناعي، والمسؤول الأول في الصناعة والأصابع الاتهام تتجه إليه هو نشاط صناعة مواد البناء، لأنه نشاط إنرجيفور بدرجة غير وملوث بدرجة غير. إذن الالتفات إلى المواد الطبيعية هي ضرورة حتمية، أنه نرجع للمواد الطبيعية. فيما في وقت من الأوقات تحدثنا على البيو، اليوم لازمنا نتحدث عليه كله، يعني هي تعتبر كأنها ضرورة أساسية وضرورة ملحة. أول شيء البناءات الإيكولوجية هي بناءات صديقة للبيئة، وتأثيرها والبيلون كربون متاعها والأمبرانت كربون متاعها قليلة جدا. هذا من جهة. من جهة ثانية عادة ما تحد في كلفة المباني. من جهة ثالثة عادة ما تكون المواد المستعملة مواد محلية وبيد عاملة محلية، وهذا الكل يأثر على كلفة المبنى وسرعة إنجاز المبنى. اليوم كما تحدثت سيادتك على العديد من التقنيات، احنا في تجربة عند عمرها 12 سنة في تونس، الحمد لله الناس بدأت تجاوب. ليش؟ لأنه حاسس اللي هو احنا اليوم الحريف يجيب الحريف، مش علاش، لانه كيف يسكن في المبنى الايكولوجي يحس الفرق بين المباني العاديه. صحيح. سواء في الكلفه، سواء في زمن الانجاز، سواء في الكونفور تيرميك، سواء في الشكل، في كل شيء. واضح. فوالا انت عملت لي تري بون ترانزيسيون. اليوم سويب تخدم على المجال هذايا، سؤالي ليك اليوم، هل فما ناس مقبله على المواد اللي تبيعوا فيها؟ وكذلك برشا ناس يقول لك انا نجم نبني بالمواد هذه، ولكن يمكن ديار صغيره، دي ميزون دوت، حاجات من النوع هذاك. فزيدا هل فما الامكان ان نحكيو على بنايات اكبر باستعمال المواد هذه سي عبد المالك؟ والله هما من اكبر المشاريع اللي وقع انجازهم 2020 و2021 في تونس العاصمه. هما الأكاديمية الدبلوماسية اللي وانت طالعه تجي في راس الطابية، البنية الكبيرة هذيك اللي وقع انجازها في وقت قياسي، والمركب الثقافي والرياضي اللي في بن عروس اللي وراء مستشفى الحروق البالية على 25 هكتار. هذوما زوز وقع استعمال فيهم مواد طبيعية اللي هي مثلا مواد صوامل.
فاليوم ما عادش حكر المواد، ما عادش حكر على مسكن صغير ولا مازلنا نجرب. راهو التجربه اصبحت ناضجه في اكثر من 80 بلاد في العالم. اليوم فرنسا عملت منه ان بروجي ناسيونال دو لا كونستركسيون اونتير. اليوم الموضوع مثلا نحكي لك جنوب افريقيا، متحف نيلسون مانديلا لو ما ادراك معمول كله 100% معناتها بمواد طبيعيه وبمواد طينيه وبالقوالب الجاهزه للبناء. اليوم ما عادش نتحدثوا على مشاريع صغرى وعلى يعني عمل هاوي، لا لا، عمل مهني في يستجيب لكل المقاييس والضوابط العلميه، والعمل العلمي الحقيقه قاعدين يقدموا الخطوات كبيره برشا للابوراتوار، سواء في جامعه ويتس، سواء في اوروبا، في امريكا، في استراليا، قاعدين يقدموا النتائج العلميه تقول انه فيه الامكانيه انه نستعملوا المواد الطبيعيه اللي بور افوار لو ميو اي لو موا avec le moins, nous pouvons avoir le mieux avec le moins. هبط فيها كتاب الكلمتين هذوما عنوان كتاب هبط حديثا في فرنسا لو ميو لو موا. واضح جدا، شكرا لك سي عبد المالك على التوضيحات هذه الكل والخبر الزينه، خاطر كي نسمعوا انه فما مراكز كبيره تم بنائها، فالانسان يقول لي علاش حطينا داري ولا العماره اللي نحب نبنيها ما نجمش نتوجه لاستعمال القوالب الجاهزه هذيا واللي تكون مواد طبيعيه. شكرا لك لحضورك معنا اليوم، ودعوه دائما متجدده، ان شاء الله المره الجايه تكون حاضر معنا في الاستوديو، وحظ موفق زيد الصواب وكامل الفريق العامل معكم. شكرا لك. يعيشك. نحن هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم، كنا معاكم من 3:30 حتكشي التوا رانيا منصور في الاخراج، عائشه المدب في الاخراج الرقمي، نادي منصور من قدام الميكرو، حكينا على التغيرات المناخيه وتاثيرها على البنايات الحضريه والمعماريه وكيفاش اليوم التوجه نحو استعمال المواد الطبيعيه نجم يعاوننا ياسر في التقليص من الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه. نجموا تعاودوا تسمعوا برنامجنا على الباج فيسبوك متاعنا راديو اكسبريس اف ام، تلقاو زاده على شان يوتيوب متاعنا ولا على الموقع متاعنا www.radioexpressfm.com، وكانكم مغروين باللينكدين باج متاعنا على اللينكدين راديو اكسبريس اف ام، تلقاو فيها كل الحوارات اللي صارت اليوم والاخبار. نحن نتقابلوا الجمعه الجايه، ديسي لا بروني سون دو فو، باي باي وبسلامه.